السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا كفال الله آه تسعة وستين الحلقة رقم ستة تسعة وستين الإسلام في المدينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الهاجر سس نفر علو كلهم نفر نسوا عدا آه ربي وفق يومتهم كفا اسلموا من ومنتم لو من تاريخ ذكر يوم ولا مؤلف ذكر يوم والنبي مدينة ندي الهاجر لانه احنا المسلمين خارج مكه دي بومنا عنا لحمس نفر بديل تهاجعنا دي من دي حلقات رقم 68 الا تكملتها لكن نايم مدينة بنومتم لانه لا بد حوتهم على ولا تاريخ يعني مثل امطا يوم لهم سس نفر منتم انهم سابقين اولين من اهل المدينه النبي دي و لاسلموا وحرمه يعني سبب دي بدو حقول لك اهل المدينة كلهم الانصار اهل الشرف اهل المكان دي بات اسلامتهم طيب الاسلام في المدينة ستة سعداء من اهل يثرب كلهم من الخزرج كلهم من قبيلة الله الخزرج اللي من وهم من ومنتم اسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة عوف بن عفراء أبو العلو ورافع بن مالك بن العجلان سلستهم لهم وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي حمستم وجابر بن عبد الله بن رئاب اللهم سس اللهم اللهم سس اللهم من ناس عدا من خيار من خيار من ناس فوتنا مدينة رب لهم يوم لقبيلة الله خزرج توم كلهم الأم منام معلو جاء هؤلاء للحج فأسلموا وميتوا لما ودعام ومنتم والنبي صلى الله عليه وسلم كوت عمل مسلم ومود علو دي بلد التهاجيت لكفال الله جاء هؤلاء إلى الحج في جملة من جاء سنة 11 من النبوة مثل الحجاج اللي ماتوا أو من ضمن الحجاج اللي بتحامل ماتوا منهم نوم طب من العصر العصر ورنا لهم سنة نفر وقال له يعني سنة 11 لسنة العصر حتى من نبع سنة ومن النبوة على سنة العادة سنة 11 هجرية من النبوة تلهي لي وكان أهل يسرب يسمعون من اليهود حينما ينالون منهم في الحرب ونحوها سب سب مدينة من يهود أو مشاكل لحسد يوم واحد قال لي روبات ولكم سلقب سمعوا منهم علو نسمع منهم علو إن نبيا سيبعث الآن نبي يبى كتابهم دي بتورات العلا النبي ربي بعثته ربي النبي يقول الأكتر رسول يقول الأكتر رسول اللي عم له علو قد أذل زمان بعثته فنقتلكم معه قتل عاد وإرم أوتوكم سلمى طاء، نبي قال النقعات لكمتو كمسل يعني آه إلى ما ذات العماد بسورة الفجر لها ليتكين، وقوم عاد كمسل لهم ومسلوق قال لكمتوا، أوتوكم آه سلمى ولا زماننا قرب على البلالة، واللي جلسوا معا لو دي مدينة من يهود، إلى لهم جماعة لهم. فلما كانوا بعقبة من بعقبة منى مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً، دي من إن أيام حج. طبعا ايام ما قدام ادام من عرفاكم سالكاره لا ومزلفه لايام ما تشريع كله منات الناس اكو ديمنات انتم بومات او مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وهم يتكلمون فلما سمع الصوت عمدهم حتى لحقهم وقال من انتم قالوا نفر من الخزرج باللي بالحال فعلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باباكم عفاء وكم سواحكم سمع يوم لتهاقوا ولصوتنا يومكم سال سمع تعمدا قصد يوم كنا قصد يوم من انتم بيلو بيلو, بيلو بيلو النبي صلى الله عليه وسلم نحن بيلو نفرحنا من, من الخزرج آه موالي يا يهود يهو. حنا بيلو اي حلفائهم قال نعم قال افلا تجلسون اكلمكم شويه انه انتم مرض قدمي تبليس تقصوا اقل التعقيد كميه بيلو يوم قالوا بلى خلاص بيلو ابشر ان شاء الله حاضر كبتوا فجلسوا معه فشرح لهم حقيقه الاسلام قصوا مسلو النبي صلى الله عليه وسلم هاي ميت السلام أنا شرح لهم ولا يوم وتلا عليهم القرآن والقرآن قرده بهم تلاوت ودعاهم إلى الله عز وجل فقال بعضهم لبعض بالعالمين قرآن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن تلا بهم ودعوة الإسلام اللي تو مسلمين اللي قدم أغلوم وفضلنا إسلام ميت رأيهم وفضلنا شركة هو تقبل وربك مجلج يوم تو يلا بسبب الإسلام كل بيان أغلوم فتوم هتوم اللي بعدوا على اللابو، قاعد بيلو آه تعلمون والله انه لنبي. الذي توعدكم به اليهود للنبي آه يهود لوعدكم بعلو ولو على هتوته فلا تسبقنكم اليه فاذابدروا فيلبدرون في ديبو. فاسرعوا الى الاسلام. بس الناس نفس اليهود اللي على زماننا قروب على لو انا بقى على توتوا وهتوم يلبدرونا حنا نبدا الروم واسلامنا نتي ودي اسلامنا تبالو. وقالوا إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ووعدوه القيامة بالدعوة إلى دينه والمقابلة في الحج القادم خلاص أسلموا وعدوه وإحنا يعني عدنا هلا ومجتمعنا هلا وفنجينا وفنجيهم, وفنجيهم عداوة وشر وقال لك يهود ونحن منك يعني لا يعني آآ آآ عز من كالبنا وباذن الله عز وجل ان شاء الله لسنة ما بحج نترئي إيه وحنا دي اللي, اللي دعوات دي دعوات دعوة دي ولا قدامنا قلنا تبيلو دعواتك اللي قدمه في سبيل الله وفي الحج القادم قلنا نلتقي إن شاء الله بيلوم من اللي حلقة الله نذكر لسنة إلى إسلام في المدينة على العقبة دي بغني جستور حلقة رقم سبعين رقم مميزة بيعة العقبة كفعلت بيعة العقبة إلا إن, ولا ولا إلا, إلا, مدينة إلا إن شاء الله للتفاصيل ولا نتائج ولا سمار ولا فري إلا لقاء إلا نعي لهم مدينة معلا دي بغني إن شاء الله أسكت لهم بطيح دحنا وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته